والله الحمد لله على هالحال وكل حال، لكن الموسم ضعيف عامة، ضعيف عن كل سنة. يعني بالنسبة للسنة اللي فاتت ضعيف لا يوصل، يعني نسبة يمكن 50-40% عن الموسم الماضي. لا جديد بس مع الهدنة، يعني ماليش لغير يومين بروحوا على الأراضي بس بحذر، يعني لأنه الأوضاع مش طبيعية لسه، يعني ونتأمل من الله الخير.